شكرا لمنبركم على الاستضافه. بخصوص ملف المفكر والاستاذ سعيد ناشيد، انا عندي الفضل انه عينني ضمن فريق الدفاع، وان شاء الله غنتولاو العمليه ديال تنسيق هيئه الدفاع باطار جماعي ديال كل هيئه الدفاع. حقيقه هذا الملف يعكس الوجه الخبيث والوجه الغير الحقوقي والغير الإنساني للناس اللي شرفوا على هذا الملف. هذا لا يعقل فيلسوف ومفكر يفتخر جميع المغاربة به أنه يتعرض لواحد العقوبة العزل، وهذا المفكر ما عنده غير الوظيفة ديالو الكتب ديالو، الكتب ديالو تطبع في لبنان وفي كبار يعني كبار دور النشر، وكيعرفوه في الخارج ربما أكثر من المغرب. وأن يلقى هاد الناس تكرم مثقفيها ولكن أن ينال حظه من العقاب. للأسف الناس في عاصمة كتوزع العدل كيوزعوا هذا العقاب والإعدام المهني لهذا الرجل. هذا هو قرار اللي صدر بالمناسبة على رئيس حكومة، لأن الفصل 71 من قانون الوظيفة العمومية كيقول إذا كان العقوبة أشد من العقوبة اللي اقترحها المجلس التأديبي فيجب أن يوافق عليها رئيس الحكومة. وبالتالي أنا شخصيا أعتبر القرار هو قرار ماشي غير مشوب بالشطط، مشوب بالانحراف في استعمال السلطة، وقرار يعني غير مشروع وله دوافع انتقامية. الرجل يختلف فكريا مع منهج رئيس الحكومة وحزبه وجماعته، وهذا كيبين على أن الناس هادو ما يتكيسيروش الدولة بمنطق دولة حق القانون والمؤسسات، يترصدون لخصومهم ويهدفون الى اقبارهم. هاد الناس لا يردون الفكر بالفكر والحوار بالحوار والحسنى بالحسنى. هؤلاء لا يعرفون الا لغه قطع الارزاق، ولا يؤمنون الا بلغه الاعدامات المهنيه. وانا كنستغرب من الجواب اللي دارته الوزاره. انا كنحترم السيد وزير التربيه الوطنيه كما كنحترم رئيس حكومه، ولكن الجواب اللي داروا ردا على ما تفضل به السي سعيد ناشيد وكل المتضامنين معه، يعني ولاو كيخرجوا داروا واحد الجواب، وهذاك الجواب فيه خرق بالسير المهني. كيت على العقوبات قال لك الوضعيه ديالو كذا، يعني هاد الناس هادو لا يفقهون حديثا، ما كيفقهوش حتى لي زابيسيد الاداره. راه ما يمكنش الموظف تجاوبه وتعطي ذاك الجواب لوسائل الاعلام وطرح فيه معطيات شخصيه. وبالتالي حنا غنركزوا اولا القرار الانتقامي ليس في بعده وفي قرار العزل، وانما ايضا انتقامي من وجهات ما تبعه من اعلان الوزاره على سبب العقوبه وسبب التشديد، وهي اسباب واهيه سياتي الوقت امام محكمه لنفصل فيها. حنا كنعطيكم دابا غير لي نوسيون دو باز. وبالتالي كناكدوا على ان هذا القرار هو قرار سنطعن فيه امام المحكمه الاداريه المختصه، لانه اولا هناك حرمان السي نشيد من حقوقه في الدفاع. العقوبه ماشي غير متناسبه وغير ملائمه مع الفعل، اصلا الفعل غير مرتكب، وما كتميش الاداره ما تتميش بين المرض وبين السفر وبين الانتاج العلمي. عباد الله، راه الدري الصغير الذي لا يحتلم، راه الانسان عنده رخصه مرضيه كيمكن يسافر للعلاج ويسافر للعمل الثقافي والعلمي. والمرض لا، المرض راه ما عنده علاقه، راه الانسان مريض ويمكن يكتب يمكن يالف. راه كاين ما يسمى مرض نفسي، ماشي ضروري يكون مرض عضوي عضال. وبالتالي نعتبر هو استهداف قرار استهدافي وانتقامي صدر، لان المعني بالامر يختلف معهم فكريا، فارادوا عزله وحق لهم ذلك. وراه من المضحكات حتى الافعال اللي طرحتها الوزاره. لا يمكن في اي دوله، وهذا على مسؤوليتي، ما كاين حتى شي دوله في العالم تعزل موظف. راه هناك موظفون محكوم عليهم بعقوبات جنحيه وعقوبات جنائيه، وقضوا العقوبه ورجعوا للعمل. فأحرز السي نشيد
وكيقول لك السي نشيد راه ما كيقومش بالعمل ديالو، بالله عليكم واحد خدا النقطه قريبه ل 20 19 فصيله. كيفاش دابا غير شرحوا الراي العام المغربي كيفاش هاد الورطه ديالكم واحد كتعطيوه 19 الى 20 ومن بعد كتعزلوه. وكنقولوا السي نشيد نحن معك سنناضل في هذا الملف، ونحن نثق بالقضاء الاداري المغربي، قضاء الحقوق وحمايه الحريات، نحن معك وسنواصل الى حل الانتصار، انتصار العداله وانتصار القانون ضد الظلم وضد الاعدامات المهنيه التي لا تشرف الاداره المغربيه. ويجب بحث، انا كنادي ماشي فقط غنديروا دعوه، يجب فتح بحث اداري وتحقيق جنائي على الخلفيات، لان هادشي خطير. عزلتوا القضاة بناء على الاراء ديالهم بحال عبد ربيه، عزلتوا نشيد بناء على الفكر ديالو، فين باغيين توصلوا؟ الى عندكم شي مشكل ناقشوا السيد فكريا، اما باش تستعملوا السلطه ديالكم وسيف العقوبه ضدا على المصلحه العامه وضدا على حسين مصير المرفق العمومي، فهذا لن نسكت عنه، لان هذا فيه تهريب للسلطات، يعني في غير مجالها القانوني المحفوظ لفائده المصلحه العامه. وبالمناسبه فريق الدفاع يتشكل، ونحن كنقوموا بالتنسيق اللازم في الملف، والحمد لله كاينه وقفه نهار الحد غتكون في هذا الموضوع هذا، وسنشارك فيها وندعو جميع المتضامنين وجميع الصحفيين حتى لا يتكرر هذا. محمد العيني ولا نشيد راهي واحد، ولكن الحمد لله احنا عزلونا، وما الحمد لله ربي كتب لنا الا مكاتب الخير، وما بغيناش السي نشيد يعدموه، وبغينا وحنا عندنا ثقه في القضاء انه غينصفوا، والحمد لله القضاء الاداري راه قضاء الانصاف وقضاء العداله. شكرا لكم.